مرحبا، معكم حسام فلاح المدير التنفيذي للملتقى اليمني في كاليفورنيا CYC تعاونا مع منظمة ALC. في هذا الفيديو الخاص بمعرفة حقوقكم سنتطرق إلى السؤال التالي. لا يزال مدير عملي يطلب مني العمل أثناء أزمة فيروس كورونا COVID-19، لكنني لا أعتقد أن العمل آمن، فماذا أستطيع أن أفعل؟ خلال أوامر الولاية وإقليم المنطقة بالعزل أو الحجر الصحي، عموما يسمح فقط للعمال الذين يقومون بالخدمات الأساسية التي تسمى Essential Services بمقادرة منازلهم للعمل، وبموجب القانون للعمال الحق في رفض أداء عمل غير آمن أو خطير، ولكن قد يكون من الصعب إظهار أو إثبات ذلك. فإذا كنت تؤدي خدمات أساسية ومطلوبة للعمل خارج منزلك، فيجب عليك التحدث مع صاحب العمل حول كيفية جعل عملك أكثر أماناً، مثلاً أن يقوموا بعمل تطهير وتعقيم أفضل، أو الحد من التفاعلات المباشرة مع الناس، أو تحديد عدد الأشخاص الذي يمكن أن يكونوا في مساحة إطار عملك، أو العمل عن بعد إن أمكن. ويحق للعمال أيضاً الحصول على معدات مناسبة لجعل عملهم آمناً، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية مثل الأقنعة والقفازات. إذا تركت الخدمة أو العمل طوعاً بإرادتك، لا تستطيع بشكل عام الحصول على إعانات التأمين ضد البطالة إلا إذا تركتها لسبب وجيه. بموجب القانون يمكن أن تكون ظروف العمل الخطرة سبباً جيداً لترك العمل، ولكن إذا حاولت أولاً معالجة المشكلة وحلها مع صاحب العمل. لذا نقترح أولاً أن تطلب من صاحب العمل تحسين ظروف السلامة في العمل، وإذا لم يقم صاحب العمل بإجراء هذه التحسينات وشعرت بالإجبار على ترك العمل، فعليك أن توضح أنك تركت العمل لأن احتياطات السلامة لم تتخذ وأن العمل ليس آمناً، وهذا يزيد من فرصتك أن تصبح مؤهلاً للحصول على التأمين ضد البطالة إذا قدمت لاحقاً للحصول على هذه الإعانات. إذا كنت تشعر بعدم الأمان في العمل لأن لديك حالة طبية أولوية تعرضك لخطر الإصابة بفيروس الكورونا، فقد تكون هذه إعاقة تؤهلك للحصول على تسهيلات معقولة في العمل، بما في ذلك العمل من المنزل أو الإجازة الممتدة أو مهمة عمل مختلف. يجب عليك طلب استشارة قانونية مع محامي للتحدث عن التسهيلات التي قد توافق وضعك. إذا كنت من السكان الأكثر عرضة، تبلغ من العمر 60 عاما أو أكثر، فقد تتمكن أيضا من استخدام إجازة مرضية مدفوعة الأجر بدلا عن العمل. نحن نعلم أن لديك على الأرجح العديد من الأسئلة الأخرى حول حقوقك خلال هذه الأزمة الصحية العامة، فهناك عدد كبير من مواد اعرف حقوقك على موقع منظمة Asian Law Caucus الإلكتروني www.advancingjustice-alc.org. محتوى هذا الفيديو ليس نصيحة قانونية، فإن تريد نصائح قانونية يمكنك الاتصال على مكتب المنظمة لتحديد موعد لاستشارة قانونية سرية عبر الهاتف بالرقم 415-896-1701. اعتنوا بأنفسكم جيدا وحافظوا على سلامتكم.